اول وصفه هنعملها مع بعض النهارده هي اجنحه الدجاج. هنعملها بتتبيله حلوه وهنقليها، وكمان هنعمل لها صوص حلو قوي. يلا بينا نعرف مقادير الوصفه بتاعتنا. هنحتاج كيلو من اجنحه الدجاج، 2 معلقه باربيكي صوص وصويا صوص وسويت شالي، معلقه مستردة كبيره، معلقه بهارات فراخ كبيره، بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود، هحتاج ملح وشطه حسب الرغبه، دي وبيض مخفوق، زيت للقلي. يلا بينا نبتدي وصفتنا. اول حاجه هنعملها هنعمل التتبيله بتاعه اجنحه الدجاج. هنجيب بوله ومضرب، هنحضر التتبيلة بتاعتنا. الشطة هنحط نص معلقة، البصل البودر معلقة كبيرة، والثوم البودر معلقة كبيرة، بهارات الفراخ، فلفل اسود، معلقة كبيرة من الملح، ومعاهم هحط المستردة. هاخد نص كمية السويت شيلي كده، والنص التاني هحطه في الصوص اللي هعمله للأجنحة. في ناس بتحب كتير تاكل أجنحة الدجاج، الوينجز بتبقى سبايسي، يعني لو عايزين نزود الشطة مفيش مشكلة، لو مش محبها نشيلها خالص. دلوقتي بس نتبل الفراخ بتاعتنا. نتبل بقى الفراخ كده كلها، ناخد البهارات بتاعتنا، اهي بالمنظر ده كده. طبعا لو اي حاجة قعدت في التتبيلة بالبهارات دي طعمها هيبقى حلو جدا. دلوقتي بقى ايه هنبتدي نعملها في البيض والبقسماط. كده فاضل معانا الباربيكيو والصويا صوص وبقيه السويت شيلي، دول اللي هنعمل بيهم الصوص اللي هننزل فيه الوينجز بعد ما نقليها اجنحه الدجاج. نزل في البيت كده والدقيق، يعني مجرد غلاف خارجي. نزل كده كل الوينجز كده في البيض، وبعدين نزلها في طبق الدقيق. نبتدي بقى ايه نعملها كده، مش واحده واحده عشان انا عايزاها مقرمشه. لما هعمل كده في الدقيق هيعمل طبقه من بره فيها فتافيت كده صغيره، دي اللي هتخلي الوينجز معايا مقرمشه. بصوا احنا دلوقتي بس نعلي بقى النار على الزيت جامد قوي، لان انا كنت بسخنه بقى الطبق بتاعنا. نتبل بقى ايه كل نحط الدي كده على كل الاجنحة بتاعتنا. نروح بقى عند الزيت كده، نحط كمية كمية كده، ما نحطش الكمية بتاعتنا كلها مع بعض علشان الزيت ما يبردش ويفضل سخن بالمنظر ده. نجيب بقى طبق نطلع فيه الكمية بتاعتنا. بصوا لما حطينا الدقيق البيض وبعدين رمينا كل الفراخ مع بعض كده في الدقيق، بصوا عملت كفر كريسبي وعامل ازاي. دلوقتي بقى هنحضر، هنسيبها بقية الكمية تتحمر، وهنحضر مع بعض الصوص بتاعنا. نجيب هنا افضل، نجيب معلقه كده،
هنحط الشالي السويت شالي صوص، هنحط الصويا صوص والباربيكيو صوص، هيديها طعم مدخن ومسكر طعمه حلو. نقلب بقى الصوص ده كده كويس مع بعض كده. الصوص بتاعنا بقى جاهز اهو، بص لونه ريحته كمان حلوة جدا. خلاص كده ايه، خلصنا كمية الفراخ بتاعتنا. طفي بقى النار على الزيت، نعلي النار على الصوص. ناخد بقى بقية الفراخ كده ونقلبها في الصوص. راح كده ايه، نجيب الفراخ من تحت كده نقلب، يعني وبلاش نزود الصوص يا جماعة، هو كده حلو جدا كده. بقت جاهزة معانا، نجيب طبق بقى بجد ريحتها حلوه قوي، لازم تجربوه. يعني التشيكن وينجز او اجنحه الدجاج من المقبلات اللي ناس كتير بتحبها جدا. بصوا شكلها ولونها حلو جدا. نحط لها بقى حاجه خضراء كده